احنا بنتكلم عن اللاعبين ومميزات كابتن شطه، تعالى نشوف تقرير مع لاعبي النادي الاهلي او لاعبي اكاديميه النادي الاهلي في القطامي. اتفضل. شويه يعني انا لما الاول لما كنتش بعرف العب قوي، يعني في بصات كانت بتبقى غلط، ما كنتش بعرف استلم، ما كنتش بعرف اعمل مهارات الرأسيات واللي انا اقطع وكده، فهنا اتعلمتها. يعني اصلا اول ما بدات الاكاديميه كنت ما فيش اي حاجه، كان اصلا ما كانش في حد بيحب يبقى معايا في الفريق، لكن بعد ما دخلت ودلوقتي بقى معظم الفريق كله عايز يبقى معايا برضك في الفريق. اتعلمت ان انا اعمل مهارات جديده غير اللي انا كنت بتعلمها، وان انا كمان يعني ازاي اقف في مساحات، وازاي ان انا اعرف استلم الكوره، وازاي اعرف احط الكوره واحطها كمان في الجون، اعرف اركن وكده، وازاي كمان اعرف مثلا في كورنر اعرف ارفع، وازاي اعرف اعمل بالدماغ، عشان كان عندي مشكله في موضوع ان انا بعمل كوره بالدماغ، كنت بخاف قوي، بس هنا ساعدني اكتر. اتعلمت مهارات والباص والتوقيف والتصويب على الجون، حاجات كتير. يعلمني باصي و اسلم واستلم ورقص وحاجات كتير. مورني على حاجات جامده، ويقول لي لازم يبقى عندك شخصيه وتبقى حارس حلو. ان انا اخد الكره فوق عالي، من عالي. بقيت اعملها صح. واخد ارضي. بقيت اعملها صح. اتعلمت ازاي اعمل تراي، وازاي اطلع ادي اخد الكره بدل ما تدخل فيا قبل ما اطلع لها. فكده انا بقيت احسن من قبل ما اتمرن، لان انا قبل ما اتمرن كان بيدخل فيا جوان كتير، بس دلوقتي قلت الحمد لله. ما كنتش كمان بعرف اصد الجامد، بقيت بعرف اصد الجامد. انت اخترت ليه تبقى حارس مرمى؟ ليه اخترتش تبقى لعيب؟ علشان انا بقالي كتير بقف حارس وبحبها قوي.